والعقل زي ما قلنا اجتهادي يخطئ ويصيب. العقل شطاح خطاء ابن هوى ابن جدل. افتكر ان في الثانوية ما كنتش بكتفي بالكتب بتاع الكيمياء، كنت بجيب الكتب بتاع اللي بيدرسوها في كلية العلوم، وبقى عندي شغف فظيع بالكيمياء، وبدأت احوش مصروفي واقعد اشتري بقى حاجات احماض ايه واعمل تجارب. انا بقى غويت التشريح خالص لدرجة ان ايه، بقيت اول واحد يخش المشرحة واخر واحد يمشي. لما يجوا الناس تكنس بقى والزبالين يشيئوا يقعدوا ورايا لغاية ما أقوم بالعافية. ابتديت أكتب وقابلت العقاد ووديته 30 قصة من قصصي، فالراجل أراها دهشة وقال لي لا ده كلام جميل جدا. كل حركة عضلية عبارة عن قوة وسرعة وفائد ودفع وتوجيه. الإنسان مشغول دايما بمعرفة الأسرار واستطلاع الغيوب، يريد أن يزداد قوة وهيمنة، يريد أن يحكم ويملك. الاكتئاب لوحده لو تمكن من الواحد ينتحر. الاكتئاب عنصر عدمي، الاكتئاب واليأس والقنوط والحاجات دي، عشان كده ربنا ذم المكتئب.